حاول كيفكم، معكم جاء من قناة جي كي إلتر. Okay, I'm parked at the party for a pussy boy and you get burnt. Acting up, you acting buff, you fuck while you. اليوم رجعنا لكم بفيديو جديد. اليوم الفيديو بده يكون جولة صغيرة على البسكليت، وطبعا هيدا الفيديو برعاية صوصنا براون حبيب قلبي هيدا. فاليوم هو رح يكون معنا بجولة على البسكليت، خلينا نبلش. بخصوص براون، ما رجعت اخدته معي، حس احسن ما يهرب وهيك. فان شاء الله تكونوا سامعيني منيح. حطيت السماعة من الهوا، هلا رح اشوف الصوت وخلينا نبلش. اول طريق رح نمشي فيها. Can I call you baby? Can you be my friend? Can you be my lover up until the very end? Let me show you love, oh no pretend. Stick by my side even. You worry, I'll be there whenever you want me. I need somebody who can love me at my worst. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. Cause it's only you, nobody knew I put you first. And for you, girl, I swear I'd do the worst. هلا صار لي ساعة شفت وانزل نزلات وطلعات، بعمل حركات بلا طعم، والفيديو ما عم بوقف ما تبخزوا. أول شي لازم اعتذر على جودة تبع الصوت الزبالة. رايحين على طريق حلو انا بحبه، طويل ورمل وهيك، فخلينا لما اوصل برجيكم. Cause it's only you, nobody knew I put you first. And for you, girl, I swear I'd do the worst. Oh, اوكي. وطبعا انا هلا وصلت على الطريق اللي عم بحكي لكم عنه، هلا بعدني فايت. شوفوا هون، رح احط لكم صوره للغروب انا صورتها. هلا خلينا نفوت على هيدا الطريق. ومن شان اللي بدي يقول لي انه ليش صار هلا غروب، انه بدي لكم انا صار لي كتير وقت عم بلعب، و يعني هلا رجعت فتت على هيدا الطريق. اوكي، انا طبعا عندي بسكليت الي اكبر من هيدي، هلا ان شاء الله برجيكم اياها بس نرجع. بس بستعمل هيدي كرمال، شوفوها بستعمل هيدي كرمال طرقات الوعرة مثل هيدي. اوكي،
أقولكم نقدر ننزل هون أو لا. يلا خلينا نشوف. كانت نازلة صعبة. موبايل دولي تربط محرد او تغيير حمية او شيء ما بعرف بعلق صوري. اوكي الحمد لله بس وانا عاجلنا مش هالحال. هي الطريق وعرة شوي والبسكليت انا صار لي زمان بلعب فيها بهالطرقات فصار بدها يمكن اشياء مع اني صلحتها من فترة بس ما غيرت لها فرامات وفحمات ما بعرف اذا من ورا هيك عم بعلقه. اذا بتعرف ليه بعلق الفرامات ما نسي تكتبولي تحت بالكومنتس. اوكي هيدي الطريق هون ان شاء الله ما يعلقوا معي. اوكي انا هلا وقعت وروحت اجري. اذا بدكم تعرفوا السبب اضطروا لاخر فيديو رح احط المقطع. سبسكرايب ده كان فلوك خفيف وان شاء الله الفيديو الجاي رح يكون شو بده يكون 24 ساعة تحدي 24 ساعة. اذا حيلا حد عنده تحديات 24 ساعة صفحة التيك توك رح تلاقوها هون. فوتوا واكتبوا لي كومنت اخر فيديو اذا ما كانت مفتوح الكومنت هون. اوكي اليوم صح انه كان فيديو فلوج على البسكليت بس ما بننسى فلوج النحل. بعد يومين ان شاء الله رح اعمل فلوج النحل تحدي النحل وبعدين بنبلش تحديات 24 ساعة 24 ساعة برات البيت 24 ساعة بالخزانة 24 ساعة تحت التخت. فمثل هيك رح تكون التحديات. ولليوم بكون خلص الفيديو بعد يومين بكون خلص اخر اطفل النحل ان شاء الله. يعني بنزل عند النحل بلا تياب ما بعرف اذا بعقوصه. هلا هو النحل العادي ما بعقوص اذا عصب وطرقته وكان بدي اخد صوص معي باول فيديو بس صار عم بعذبني وبدي ينط من الشنطه فما قدرت اخده. وهيدا كان فيديو اليوم. ما تنسوا تعملوا لايك شير سبسكرايب تكتبوا كومنت اذا كانت الكومنتات مفتوحه واذا كانوا مفتوحين قولوا لي كيف بيفتحهم بباقي الفيديوهات. واذا ما كانوا مفتوحين هيدا كمان اكونت تيك توك مره تانية فوتوا اعملوا سبسكرايب. وهلا بدي اعرض لكم لقطه انا وعم بتكسر وخليكم على اللقطه. يلا علق. لا شيت اي اخ اوه Oh.
بتاعي انا وقعت طلع ليكم ولا تشوفي طرقنا علق الفرام هو اي دولي صار بده يسد او تغيير في حمايه او شيء ما بعرف بعلقوا صايرين